انا عرفت ان التوتر بسبب كثرة التوتر انت جالك الذئبة الحمراء، وده مرض مناعي بسبب التوتر. ايه الاسباب؟ يعني انت حياتك ايه اللي ادت ان انت يجيلك هذا المرض؟ هو زي ما الدكتور قال كده، كانت تراكمات. انا كنت في بدايات تحقق حياتي، يعني كنت لسه متعينة في الأهرام وعايزة أثبت نفسي، وأخدت بوزيشن بسرعة مدير تحرير وأنا لسه صغيرة، فكنت يعني عايزة أثبت وجودي مع وجود أطفال، زوج، بيت، طموح تاني. إن أنا أساسا كاتبة أطفال وبكتب وعايزة وعندي مقالات في حتت وكنت بعد برامج، فكل ده أنا ما كانش ليا وقت لنفسي خالص. يعني حتى لما باجي انام دماغي ما بتقفش، بتفضل ترتب عندي كذا وكذا وكذا وكذا، واقوم اكتبهم عشان يفرغهم شويه من دماغي، لكن بيفضلوا موجودين. وبعدين طالما دماغك اتنشطت بتفكري في حاجات بقى تافهه تاني، يعني مثلا ده انا ما عملتش اكل، مثلا لازم اعمل اكل من الساعه كذا الساعه كذا عشان رايحه كذا، عشان فطول الوقت ما عنديش نوم عميق، ما عنديش نوم صحي اصلا. يعني النوم الصحي ان انا ادخل السرير من الساعه 11 اصحى الساعه 7 والحاجات دي، بعمل ده فعلا بس ما ببقاش نايمه نوم فعلي. ده حصل بقى بتراكم لحد ما بقيت احس. في الاول جالي دوخه وبقيت بقع وقالوا لي ده عندك حاجه في دماغك، وبعدين رجلي ورمت وقعدت فتره ما بمشيش، وقالوا ده حاجه تقريبا من الماضي، مثلا عندك حمى روماتيزميه وتشخصت غلط كتير. محدش وصل لانه يقول من الاول انها ذئبه حمراء. انا قعدت 5 سنين بعاني انها ان هم مش عارفين انها ذئبه. مش معروف. انا اتشخصت حاجه اسمها جيوجرين ومرض كورون. كورون ده كمان كورون في القولون. كورون ده كنت بدخل المعمل كانوا بيبعدوا عني وانا مش عارفه ليه، فتاري يعني في الدم حاجه معديه ولا لا؟ مش معدي. لا بنتكلم على مرض القولون. كورون دي زيزه مش مؤذيه. لا مش ده حاجه تانية. انت خدتي ده حاجه لازم يكون عندي فيروس سي. انت خدتي تجربه طويله في المرض، في اصلا في الوصول للتشخيص المظبوط وبعدين في العلاج، بس الحمد لله. الحمد لله حاليا لا زلت بتعالج، لانه يعني وانا كذا دكتور لما عرف ان عندي الذئبه الحمراء، اي دكتور هتروحي له يقول لك المرض ده ممنوش تعافي. ما هو النوش طب بيرجع وبيروح على حسب الحالة النفسية. لا هو بيرجع وبيروح دي هجمات، لكن هو موجود. اللي بيحركه فعلا مش النفسية بس، هي المثير بتاعه. يعني التوتر. من الأربع حاجات اللي بتنشط الذئبة الحمراء هو التوتر على رأسه، وبعدين الشمس، بعدين بيولوجيا البيريوت، ورابع حاجة مش فاكرة ايه هي، بس هم دول الاربع حاجات اللي بينشطوا الذئبه الحمراء. طب عرفتي لما عرفتي ان ممكن يكون اساس كل ده التوتر، ايه الاجراءات اللي اخدتيها في حياتك لانك تقللي التوتر؟ يعني علمينا عملتي ايه. اول حاجه عملتها ان انا اتصالحت معاه، يعني كنت معاه. انا كنت بطلع اكتب مقالات بصفه دوريه كل يوم اتنين، يعني الاهرام كان بيسيبني اكتب صراحة عن حالتي، كنت كاتباها صاحبه مرض، مقالات صاحبه مرض، وبقول عشان اوعي الناس، بس كنت بكلمهم، بكلم المرض، يعني بكلم الذئبه. انا متخيلتها انها حاجه صغيره بتلعب جوه جسمي، وطالما هي صغيره هي مفترسه وشقيه وبتجنني معاها، فكل مره كنت بطلع لها بحاجه، او مثلا مشاعري تجاه الناس، او الناس تخلت عني، الحاجات دي كانت تفريغ مشاعر من خلال الكتاب. لحد بقى ما فكرت ان انا اجمع الحاجات دي في كتاب، فما قعدت اكتب لقيتني بكتب حاجه تانية خالص غير المقالات. ايه بقى؟ ان انا مصاحباها، بكتب لها هي الكتاب، صديقتي ذئبتي الصغيره. وكتبت ان هي ليها الفضل عليا في انها اثقلت موهبتي في الكتابه، أثقلتني أنا ككاتبة كنت متفرغة للقراية بأبحاث وحاجات علمية، وتعلمت إنجليش مخصوص عشان أدرس إيه الذئبة دي، إزاي الدكاترة مش عارفينها، وإزاي أنا